الوجوه تتنوع والمواضيع تتشعب في حلقة وصل. نحتفل اليوم معا في حلقة وصل باليوم العالمي للمرأة. نميت طموح كان عندي، وطبعا هذا الطموح مفروض ما يوقف، مفروض يفتح لطموحات ثانية وإنجازات ثانية، فما أسميها نوع من التحدي، هو إثبات للذات. يحاول أن يبرز أشياء العين المجردة ما تقدر تشوف. هذا الفن جديد حق المجتمع. أيوة. ومو كل حد يعني يفهم ليش وكيف، والإماراتية وبدون حجاب وكيف، بس صدق انه انا يعني احترم الناس اللي يعرضوني عشان ها رايهم الخاص. حلقة وصل الخميس 9 مساء على قناة دبي.